عايزين نشرح الـ inheritance، أو هبدأ بالـ array وبعد كده نخش في الـ inheritance ممكن المرة اللي جاية إن شاء الله. طيب هن create project عادي خالص، انتوا كده شايفين كويس. تمام، هـ create application عادي خالص. في فرق بسيط قوي ما بين الـ array في الـ C++ والـ C#. انت كنت بتكتبها ازاي في الـ C++؟ ها، integer x of a of 5 صح؟ لا ده مش في السي شارب. في السي شارب بيعتبر الاراي كلاس، مش احنا قلنا اي حاجه في السي شارب عباره عن كلاس؟ تمام، هو بقى بيعتبر الاراي عباره عن كلاس وبتاخد منه اوبجكت عادي خالص. يعني مش عارف كنا لسه قايلين دلوقتي انيمال ايه بيساوي نيو انيمال، المفروض بقى ان احنا نعمل الكلام ده برضه. ومكان الاقواس بالنسبه لك في السي شارب مش بعدها، لا بيبقى قبلها. عارفين في الجافا كده نفس الموضوع. فانا دلوقتي لو حبيت مثلا اكريت اري من 5 اماكن اكريتها ازاي؟ اقول له مثلا انتجر القوسين لان هي 1 دايمنشن، تمام كده هناخد ال 2 دايمنشنز برضو، اروح قايل له اكس كده. انا عملت ايه؟ اري صح، بس طولها قد ايه؟ ما اعرفش صح ولا غلط. طب انا عايز احجز لها، احجزها مثلا بطول معين. احجزها ازاي بطول معين؟ اروح قايل له بيساوي نيو ها انتجر افتح قوس واقفله واكتب الطول اللي انت عايزه من بين الاقواس هنا وليكن مثلا 10. ايه ممكن طبعا تتكتب في سطر تاني، يعني احنا كتبناه كده هنا، ممكن نعمل الكلام ده كده هنا. اروح قايل انتجر واي خلاص، بعد كده اروح قايل ان واي بيساوي نيو انتجر اوف ايه اوف 20. تمام كده يا جماعه، اللي احنا كتبناه قدامنا ده دلوقتي تحس ان هو بيعامل الاري على شكل ايه؟ كلاس. تمام كده، يعني ايه؟ لازم تاخد اوبجكت او تحجز عدد اماكن معينه في الميموري عن طريق الكي وورد اللي اسمها نيو. قلت لي نيو انتجر اوف 10، راح رايح عامل ايه؟ ها حجز 10 اماكن فين؟ في الميموري، وجاب لي عنوان اول مكان وشاله في الفاريبل اللي اسمه ايه؟ اكس. كان الاكس ده بالنسبه لك كبوينتر، يعني مش انت في السي كنت ممكن تكتب، مش انتوا كتبتوا الكلام ده في الداتا ستراكشر؟ انت عملت كده انتجر بوينتر اكس بيساوي نيو انتجر اوف 10 صح ولا غلط؟ بس احنا بقى هنا طبعا احنا مش هيبقى عندنا في بوينترز في السي شارب لحد دلوقتي، فاحنا بنكتبها قوسين بدل النجمه اللي هي بتاعت البوينتر. تمام يا جماعه. طيب دلوقتي انا عايز املا اري، عايز املا اري استقبل داتا مثلا من اليوزر خلاص واملا اري، املاها ازاي او املا اري؟ هفضل اساله بعد اذنك دخل لي اي رقم واروح مدخله او اخزنه عندي. تعالوا نمسح الواي دي كده. انت في السي بلس بلس لما كنت بتحب تملا اري كنت بتملاها عن طريق استخدام مين؟ فور لوب. نفس الموضوع هنا مش هيتغير فيه حاجه. فانا دلوقتي مثلا عايز املا الاري اللي قدامي، فاروح قايل له فور ها انتجر اي بيساوي كام؟ زيرو. برضو الاندكس بتاع الاري بتاعي بيبدا من مين؟ من زيرو. والاي ايه؟ اقل من كام؟ من 10، او اقل من او يساوي مين؟ 9، لان هي من زيرو لحد كام؟ 9 خلاص. والاي ايه؟ بلس بلس. طيب انا هنا هعمل ايه؟ اقول له مثلا بعد اذنك دخل الرقم استقبله منه اخزنه في اللوكيشن بتاعه. تمام كده. الكلام ده يحصل ازاي؟ كونسول دوت رايت، بس هنزود عليها لاين. تمام، اقول له بليز انتر نمبر واروح مزود عليها كده هنا بلس ايه اي، دخل لي رقم زيرو، دخل لي رقم واحد، احط بعدين نقطتين يعني. او اي بلس 1 عادي ما فيهاش مشكلة، اي بلس 1 دخل لي الرقم الأولاني، التاني، التالت، الرابع، أي حاجة. طيب، مش أنا المفروض هقرا الرقم اللي هيجي لي ده صح ولا غلط؟ فبروح أنا معرف أدي سترينج ان بيساوي إيه؟ كونسول دوت إيه؟
دوت ريد لاين صح ولا غلط؟ تمام. بعد كده اروح اعمل ايه؟ اروح قال ان الاكس اوف ايه؟ اوف اي يعني اللوكيشن اللي عليه الدور ان يتخزن فيه الداتا خلاص هيبقى بيساوي مين؟ كونفرت. خدنا احنا كلاس كونفرت قبل كده. كونفرت دوت ايه؟ تو انتجر. تمام. واروح باعت له مين؟ الان. هيسأله 10 مرات ياخد منه الداتا يخزنها في السترينج خلاص. بعد كده يروح مخزن الداتا دي في الاكس اوف لاي. طيب بعد ما هو هيخزن الارقام دي عايز اطبعها بقى. كنا برضو بنطبعها في السي بلس بلس ازاي؟ ها برضو بفور لوب صح؟ طيب خلي بالك ان بالنسبة للعشرة دي افرض ان انت نسيت طول الاري بتاعك يعني انت كاتب طولها فوق وناسي. ها لا انا هديكوا حاجة كده من خصائص الاري اكس دوت لينس. لا مش لينس فوق دي خاصية من خصائص الاري. مش احنا اتفقنا ان الاري دي تعتبر كلاس؟ مش الكلاس ده جواه ميثودز وجواه فاريبلز زي ما احنا كنا بنكتب في الانيمال كده؟ مش كتبنا الانيمال ليه ليجز وهاندز بقى وليه ميثودز؟ فالكلاس بتاع الاري نفسه فيه فاريبل اسمه لينث. اللينث ده بيتخزن فيه مين؟ الطول بتاع الاري اللي انا حجزته بيها. انتوا فاهمين قصدي؟ طيب فانت طبعا بدل العشرة ممكن تقدر تشيلها وتروح حاطط الايه؟ اللينث. طيب كويس. لا مش قوسين، ما هو ده مش فانكشن، ده فاريبل. هو انت لما كنت بتخش في الجافا مثلا وتكتب ما تكتبش لا بابليك ولا برايفت قبل الفاريبل بتاعك، مش كنت بتدوس دوت مثلا هاندز وتلاقي هاندز ظهر لك كده؟ طب هل هاندز انت دي فانكشن بحيث ان انت تكتب بعديها قوسين ولا هي فاريبل فانت كنت بتقول ان هي بتساوي كذا على طول؟ لا دي فاريبل، دي مش فانكشن، لان الفانكشن هي اللي بيكتب بعديها القوسين. طب كويس. بعد كده عايز اطبعهم بقى، هعمل ايه؟ اكرر نفس الفور دي تمام، بس اروح قايل له كونسول دوت رايت لاين ايه؟ نمبر اوف اي او نمبر اي بيساوي دي كده هنا، اروح قايل له زائد ايه؟ اكس اوف اي. تمام كده. تعالوا هنا نكتب كونسول سوري دوت ريد لاين عشان نوقف الشاشة. طيب اوكي شايفين اهي دخل لي النمبر 1 تمام اهو هنا 0 9 هنلغي ده 5 6 7 اي حاجة. بعد كده راح طبيعها. طيب بما ان يا جماعة ان الاري عندنا عبارة عن كلاس يبقى هي فيها variables وفيها ايه؟ methods صح ولا غلط؟ اللي هو زي variable length اللي احنا كنا لسه مستخدمينه دلوقتي. طب مثلا ايه مجموعة الفاريبلز او الميثودز اللي احنا ممكن نحتاجها من الكلاس بتاع الاري؟ عايزين نتعرف عليها برضو. تعالوا كده اتفضل. ستاشر بت. انت الانتجر ممكن يبقى 16 ممكن يبقى 32، فانت بتقول له انت عايز تحولها لكام بت؟ بس احنا باي ديفولت يعني ممكن نشتغل ب 16، واحد يحب يشتغل ب 32 على حسب الميموري بتاعتك. تمام كده. طيب طب لو انا دوست مثلا هنا اكس دوت، تعالوا كده نشوف ايه هي الحاجات اللي ممكن تكون موجوده. بص كده لو انا دوست على ماكسيما هيقول لي كده هنا ايه؟ ريتيرن ذا ماكسيمم فاليو ان ذا سيكونس اوف ذا سيستم مش عارف ايه. مش انت ممكن ساعات من الاري كده في الداتا ستراكشر كنت مثلا تعمله سورتنج، كنت تجيب الماكسيمم، كنت تجيب المينيمم، كنت تجيب الافريج صح ولا غلط؟ الحاجات دي كلها تعتبر بيلت ان فانكشنز. موجوده فين؟
في الكلاس بتاع الاري. انت فاهمين قصدي؟ يعني مثلا هنا ممكن بعد ما اطبع ان الاري بتاعتي ايه تمام، ممكن اروح مستخدم الميثود اللي اسمها ايه، تمام، اروح قايل مثلا كده هنا الماكسيمم نمبر، نمسح بقى كل الكلام ده كده، زائد اروح قايل له اكس دوت ايه دوت ماكسيمم. وما دام دي فانكشن فانت بتحط بعدها ايه، قوسين. طب تعالى كده نرن، ناقص 6 جاب لي اكبر رقم ممكن يكون موجود عندي هو كام؟ 9. تمام كده، يبقى ماكسيمم طبعا هو هنا طبع 9 اكتر من مره لان انا حطيتها جوه مين؟ جوه الفور لوب. لكن انا لو رحت مطلع الكلام ده كده هنا هتشتغل عادي، مفيش اي مشكله. يعني برضو ندخل 6 7 اي حاجه، اهو جاب لي الماكسيمم نمبر بتاعي 43. انت في عندك مجموعه من الكلاس سوري مجموعه من الميثودز ومجموعه من الفاريبل من الفاريبلز او الاتريبيوتس لازم تبقى عارفها من الاري نفسها، ممكن توفر على نفسك وقت كبير جدا. مش انت مثلا لو انت ما كنتش تعرف ان هي كان جواها ماكسيمم كنت هتضطر ان انت تعمل ميثود لوحدها اسمها جيت ماكسيمم وتعمل فور لوب وتجيب منها الحاجات دي كلها، صح ولا غلط؟ فانت في عندك مجموعه فانكشنز لازم تبقى عارفها في الاري، لازم تبقى عارفها في ايه؟ في الاري. باذن الله انا هبعت لكم الحاجات المهمه اللي انتم ممكن تحتاجوها على الجروب بتاعكم. في جروب الناس كريتته جديد وشلتوه ده ولا لسه الناس موجوده عليه؟ اتشال خلاص. طب انا الجروب القديم انا مش موجود عليه خلاص؟ عملت لي برضو قعد عليه؟ طيب انا هبعته لاي حد، ممكن ابعته مثلا لا انا ابعته لك، ابعته لاي حد خلاص؟ وهو بدوره هيروح حاطط الايه مجموعه الميثودز ومجموعه الفاريبلز المهمه، انا هحطها لكم بالايه بالشرح بتاعها لان انت المفروض ما تحفظهاش، بس المفروض تبقى انت عارف ان هنا في ميثود هيبقى اسمها ايه ماكسيمم، واحده اسمها ايه مينيمم، واحده اسمها ايه افريج. مثلا فكره معينه ادور عليها جوه الاري. يعني اي اوبريشن، بصوا يا جماعه اي اوبريشن انت عايز تعملها على الاري دور الاول في الكلاس بتاع الاري قبل ما تطبقها. لا انت في الامتحان مش هتدور، ما هم لا انا ابعت لك الحاجه دي قبل الامتحان ليه؟ لا مثلا انا ممكن مثلا ابقى عايز مثلا اجيب الافرج اجمعهم كلهم مع بعض. لو انت مثلا مش عارف، لو انت مش عارف ان في ميثود مثلا اسمها افرج فانت هتضطر ان انت تحسب الافرج عادي خالص. فانا عشان كده بقول لك ايه، اعرف ان الحاجات اللي انا هبعتها لك مش تحفظها لان هي مش بتتحفظ. تمام كده يا جماعه. طيب تعالوا نجرب حاجه تاني منها، بدل الاكس دوت ماكسيمم نعمل ستوب الاول، نول دوت، في عندي هنا ايه مينيمم يجيب لي اصغر قيمه. طيب في عندنا ايه تاني؟ اوردر باي. اوردر باي يعني ايه؟ ترتيب، رتبهم لي. تمام، في عندك اوردر باي ديسندنج، يعني انت كنت هترتب تصاعدي لا المره دي هترتب ايه تنازلي. في عندنا سم دي بتعمل ايه؟ بيجيب لي مجموع كل القيم اللي ممكن تبقى موجوده. في عندي ايه تاني؟ في عندي يونيون دي لو انت عندك تو اريز ممكن بتعمل لهم اتحاد، يعني تروح حاططهم في اري واحده ورا بعض. عارفين الميرج سورت كده؟ مش انتوا بتاخدوا داتا ستراكشر؟ عارف الميرج سورت ايه اللي بيحصل؟ بتعمل ميرجنج ما بين اتنين اري، صح كده؟ دي فانكشن تعملك يونيون، اتحاد ما بين الاتنين عادي خالص. في عندك اكتر من فانكشن ممكن انت تحتاج ان انت تستخدمها. في مثلا ايه؟ احنا ليه ما استخدمناش الداتا ستراكشر؟ لا الداتا ستراكشر انت لو هتستخدمها بالسي شارب يبقى انت ما اتعلمتش داتا ستراكشر، يبقى انت بتستخدم كود جاهز فانت لازم تمبلمنت الكود بايديك. تمام، في عندك ميثود ثانيه اسمها افريج، دي بتحسب لك الايه؟ الافريج بتاع الاري. دي تعتبر اهم الحاجات اللي احنا محتاجينها كمان مع اللينس بتاع مين؟
بتاع الاري. ده اللي انا عايزك تعرفه في الاري بس، مش عايزك تعرف حاجه تاني. طيب هو انا هنا كريت اري اوف ايه يا جماعه؟ اوف انتجر صح؟ طيب تاسك بقى كده على الناس، تيجي المره اللي جايه ان شاء الله حلنا. انا عايزك تكريت نفس الكلاس اللي اسمه انيمال ده، الكلاس اللي اسمه ايه اللي احنا كل لسه عاملينه، احنا عرفنا بقى الحل الصح بتاعه خلاص، وتعمل لي 10 انيمالز. يعني تكريت في المين 10 انيمالز، مش احنا كريتنا الكلاس؟ يبقى انا عايز 10 اوبجكت في مين؟ في المين. بس الاوبجكتس انت مش هتاخدها عباره عن ايه؟ تقول لي مثلا انيمال اكس بيساوي نيو انيمال، انيمال واي بيساوي نيو انيمال. لا انت هتروح عامل ايه؟ اري. بس هتبقى اري بدل اري اوف انتجر هتبقى اري اوف ايه؟ اوف انيمال. كل حاجه تحلوا لي بقى البرنامج صح. وانا مش هقدم الورقه للدكتور، المشكله ان انا قلبي ضعيف قوي. انا مش هقدم الورقه للدكتور، بس انتوا لازم تتقرصوا قرصه كده وحاسسكم بالذنب. بس انا ما بعرفش اعزي حد يعني. بص يا جماعه بس بره، ما تقولوش بقى الناس اللي بره. لا قولوا لهم بقى الحل ده، انا عايزكم تطلعوا توتروهم يعني. خلاص خلاص. التكست يعني حاضر. اهو يا جماعه بصوا، هو كده متسجل في الفيديو، ده الكلاس خلاص، ده كده الكلاس متسجل في الفيديو.